الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فنستكمل في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى جملة من الآثار الواردة في قصة هاروت وماروت من روايات عن الصحابة والتابعين. عن عائشة وحفصة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر، رواه الدارقطني والبيهقي في سننهما من طرق عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته، فقالت: هي يوما يهودية ويوما نصرانية، وكل مملوك لها حر، وكل مال لها في سبيل الله، وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما. فسألت عائشة رضي الله عنها وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة، فكلهم قال لها: أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت؟ وأمروها أن تكفر يمينها وتخلي بينهما. وللرواية ألفاظ أخرى وإسنادها صحيح، والشاهد فيها أن هؤلاء الصحابة جميعهم متقرر عندهم أن هاروت وماروت يفرقان بين المرء وزوجه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جاءت عنه القصة مطولة من طريقين: الأول من رواية سعيد بن جبير عنه أخرجه الحاكم، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمروية الصفار ببغداد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: حدثنا أبو الجواب، قال: حدثنا يحيى بن سلمة ابن كهيل عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: أطلعت الحمراء بعد؟ فإذا رآها قال: لا مرحبا. ثم قال: إن ملكين من الملائكة هاروت وماروت سأل الله تعالى أن يهبطا إلى الأرض، فأهبطا إلى الأرض فكانا يقضيان بين الناس، فإذا أمسيا تكلما بكلمات وعرجا بها إلى السماء، فقيض لهما بامرأة من أحسن النساء وألقيت عليهما الشهوة فجعلا يؤخرانها، وألقيت في أنفسهما فلم يزالا يفعلان حتى وعدتهما ميعادا فأتتهما للميعاد، فقالت: علماني الكلمة التي تعرجان بها، فعلماها الكلمة فتكلمت بها فعرجت بها إلى السماء فمسخت فجعلت كما ترون، فلما أمسيا تكلم بالكلمة التي كان يعرجان بها إلى السماء فلم يعرجا، فبعث إليهما: إن شئتما فعذاب الآخرة، وإن شئتما فعذاب الدنيا، إلى أن تقوم الساعة على أن تلتقيان الله تعالى، فإن شاء عذبكما وإن شاء رحمكما. فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال أحدهما لصاحبه: بل نختار عذاب الدنيا ألف ألف ضعف، فهما يعذبان إلى أن تقوم الساعة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وترك حديث يحيى بن سلمة عن أبيه من المحالات التي يردها العقل، فإنه لا خلاف أنه من أهل الصنعة، فلا ينكر لأبيه أن يخصه بأحاديث يتفرد بها عنه. الثاني عن مجاهد عنه أخرجه ابن أبي حاتم، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو ويونس بن خباب عن مجاهد قال: كنت نازلا على عبد الله بن عمر في سفر، فلما كان ذات ليلة قال لغلامه: انظر، طلعت الحمراء لا مرحبا بها ولا أهلا ولا حياها الله، هي صاحبة الملكين. قالت الملائكة: ربي، كيف تدع عصاة بني آدم وهم يسفكون الدم الحرام وينتهكون محارمك ويفسدون في الأرض؟ قال: إني قد ابتليتهم، فعل إن ابتليتكم بمثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون. قالوا: لا. قال: فاختاروا من خياركم اثنين، فاختاروا هاروت وماروت. فقال لهما: إني مهبطكما إلى الأرض،
وعاهد إليكما ألا تشركا ولا تزنيا ولا تخونا فأهبطا إلى الأرض وألقي عليهما الشبق وأهبطت لهما الزهرة في أحسن صورة امرأة فتعرضت لهما فأراداها عن نفسها فقالت إني على دين لا يصلح لأحد أن يأتيني إلا من كان على مثله قال وما دينك؟ قالت المجوسية قال الشرك هذا شيء لا نقر به فمكثت عنهما ما شاء الله ثم تعرضت لهما فأراداها عن نفسها فقالت ما شئتما غير أن لي زوجا وأنا أكره أن يطلع على هذا مني فأفتضح فإن أقررتما لي بديني وشرطتما أن تصعدا بي إلى السماء فعلت فأقر لها بدينها وأتياها فيما يريان ثم صعدا بها إلى السماء فلما انتهيا بها إلى السماء اختطفت منهما وقطعت أجنحتهما فوقعا خائفين نادمين يبكيان وفي الأرض نبي يدعو بين الجمعتين فإذا كان يوم الجمعة أجيب فقال لو أتينا فلانا فسألناه فطلب لنا التوبة فأتياه فقال رحمكم الله كيف يطلب أهل الأرض لأهل السماء قال إنا قد ابتلينا قال أتياني يوم الجمعة فأتياه فقال ما أجبت فيكما بشيء إتياني في الجمعة الثانية فأتياه فقال اختارا فقد خيرتما إن أحببتما معافاة الدنيا وعذاب الآخرة وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله فقال أحدهما إن الدنيا لم يمض منها إلا القليل وقال الآخر ويحك إني قد أطعتك في الأمر الأول فأطعني الآن إن عذابا يفنى ليس كعذاب يبقى فقال إننا يوم القيامة على حكم الله فأخاف أن يعذبنا قال لا إني أرجو إن علم الله أن قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة ألا يجمعهما علينا قال فاختار عذاب الدنيا فجعل في بكرات من حديد في قليب مملوءة من نار عاليهما سافلهما وأخرجه سعيد بن منصور أيضا كما في الدر المنثور قال ابن كثير هذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر وقد تقدم في رواية ابن جرير من حديث معاوية بن صالح عن نافع عنه رفعه وهذا أثبت وأصح إسنادا ثم هو والله أعلم من رواية ابن عمر عن كعب كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه يعني ما سنذكره بعد قليل قال وقوله إن الزهرة نزلت في صورة امرأة حسناء وكذا في المروي عن علي فيه غرابة جدا قال ابن حجر في العجاب وجاء عن ابن عمر مطولا أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن مجاهد قال كنت نازلا على عبد الله بن عمر في سفر فذكره قال وهذه متابعة قوية لرواية موسى بن جبير عن نافع لكنها موقوفة على ابن عمر لم يضفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت ما ذكره ابن حجر هو الصواب إن شاء الله تعالى عن ابن عباس جاءت عنه الرواية من عدة طرق الأول عن قيس بن عباد عنه أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في الشعب والسمرقندي في تفسيره من طريقين عن أبي جعفر الرازي قال حدثنا الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وقع الناس من بعد آدم عليه السلام فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله قالت الملائكة في السماء يا ربي هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك وقد وقعوا فيما وقعوا فيه وركبوا الكفر وقتل النفس وأكل المال الحرام والزنا والسرقة وشرب الخمر فجعلوا يدعون عليهم ولا يعذرونهم فقيل إنهم في غيب فلم يعذروهم فقيل لهم اختاروا منكم من أفضلكم ملكين آمرهما وأنهاهما فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض وجعل لهما شهوات بني آدم وأمرهم الله أن يعبداه ولا يشرك به شيئا ونهي عن قتل النفس الحرام وأكل المال الحرام وعن الزنا والسرقة وشرب الخمر
فلبث في الأرض زمانا يحكمان بين الناس بالحق، وذلك في زمان إدريس عليه السلام. وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب، وإنما أتي عليها فخضع لها في القول وأراداها على نفسها، فأبت إلا أن يكون على أمرها وعلى دينها، فسأل عن دينها فأخرجت لهما صنما فقالت هذا أعبده، فقال لا حاجة لنا في عبادة هذا، فذهب فغبر ما شاء الله، ثم أتي عليها فأراداها على نفسها ففعلت مثل ذلك فذهب، ثم أتي عليها فأراداها على نفسها، فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبد الصنم قالت لهما اختارا إحدى الخلال الثلاث، إما أن تعبد هذا الصنم، وإما أن تقتل هذه النفس، وإما أن تشرب هذا الخمر، فقال كل ذلك لا ينبغي، وأهون هذا شرب الخمر، فشرب الخمر فأخذت فيهما، فواقع المرأة، فخشي أن يخبر الإنسان عنهما، فقتلاه، فلما ذهب عنهما السكر، وعلم ما وقع فيه من الخطيئة، أراد أن يصعد إلى السماء فلم يستطيع، وحيل بينهما وبين ذلك، وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماء، فنظرت الملائكة إلى ما وقع فيه فعجبوا كل العجب، وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية، فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض، فنزل في ذلك والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، فقيل لهما اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة، فقال أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهب، وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له، فاختارا عذاب الدنيا فجعل ببابل فهما يعذبان. قال ابن عباس فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهاياه أشد النهي، وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. قال فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه، فإذا تعلمه خرج منه النور، فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول يا حسرتاه يا ويله ماذا صنع. هذا لفظ ابن أبي حاتم، ولفظه عند غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت الآية، قال إن الناس بعد آدم وقعوا في الشرك، اتخذوا هذه الأصنام وعبدوا غير الله، قال فجعلت الملائكة يدعون عليهم ويقولون ربنا خلقت عبادك فأحسنت خلقهم ورزقتهم فأحسنت رزقهم فعصوك وعبدوا غيرك اللهم، يدعون عليهم، فقال لهم الرب عز وجل إنهم في غيب فجعلوا لا يعذرونهم، وذكر الحديث بطوله. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وعزاه السيوطي أيضا لابن المنذر. قال ابن كثير هذا أقرب ما روي في شأن الزهرة والله أعلم. قال ابن حجر في العجاب سنده حسن. الطريق الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق يزيد الفارسي عنه، أخرجه ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا مسلم قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني قال حدثنا يزيد يعني الفارسي عن ابن عباس قال إن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض، فرأوهم يعملون المعاصي، فقالوا يا رب أهل الأرض يعملون بالمعاصي، فقال الله أنتم معي وهم غيب عني، فقيل لهم اختاروا منكم ثلاثة، فاختاروا منهم ثلاثة على أن يهبطوا إلى الأرض على أن يحكموا بين أهل الأرض، وجعل فيهم شهوة الآدميين، فأمروا ألا يشربوا خمرا ولا يقتلوا نفسا ولا يزنوا ولا يسجدوا لوثن، فاستقال منهم واحد فأقيل، فأهبط اثنان إلى الأرض، فأتتهم امرأة من أحسن النساء يقال لها مناهية، فهوياها جميعا، ثم أتيا منزلها فاجتمع عندها فأراداها، فقالت لهما لا حتى تشربا خمري وتقتلا ابن جاري وتسجدا لوثني، فقال لا نسجد، ثم شربا من الخمر
ثم قتلا ثم سجدا، فأشرف أهل السماء عليهما، فقالت لهما: أخبراني بالكلمة التي إذا قلتماها طرتما. فأخبراها فطارت، فمسخت جمرة، وهي هذه الزهرة. وأما هما فأرسل إليهما سليمان بن داود فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا، فهما مناطان بين السماء والأرض. قال ابن كثير: وهذا السياق فيه زيادات كثيرة وإغراب ونكارة، والله أعلم بالصواب. قلت: رجاله ثقات، ويزيد الفارسي تابعي من كتاب المصاحف، وروايته لها شواهد ومتابعات. وقال ابن حجر في العجاب: سنده جيد إلى يزيد الفارسي. الطريق الثالث عن ابن عباس من طريق أبي عثمان النهدي عنه، أخرجه ابن جرير وابن أبي الدنيا في العقوبات من طريقين عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا جميعا: لما كثر بنو آدم وعصوا دعت الملائكة عليهم والأرض والسماء والجبال: ربنا ألا تهلكهم؟ فأوحى الله تعالى إلى الملائكة: إني أنزلت الشهوة والشيطان من قلوبكم، ولو نزلتم لفعلتم أيضا. قال: فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصموا. فأوحى الله إليهم أن اختاروا ملكين من أفضلكم، فاختاروا هاروت وماروت، فأهبط إلى الأرض وأنزلت الزهرة إليهما في صورة امرأة من أهل فارس يسمونها بيذخت. قال: فوقعا بالخطيئة، فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فلما وقعا بالخطيئة استغفروا لمن في الأرض: ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا. وإسناده حسن على كلام في ابن جدعان، وقد جاء مختصرا من غير طريقه فيما رواه الحاكم من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الزهرة امرأة في قومها يقال لها بيذخت. وقال الحاكم: الإسنادان صحيحان على شرط الشيخين، يعني إسناد هذا وحديث علي الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. والغرض في إخراج الحديثين، هكذا قال الحاكم، ذكر هاروت وماروت وما سبق من قضاء الله فيهما وللزهرة. وقال ابن حجر في العجاب، وقال عبد الرزاق في تفسيره وأخرجه عبد بن حميد عنه قال: أخبرنا ابن التيمي وهو معتمر ابن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس قال: إن المرأة التي فتن بها الملكان مسخت، فهي هذه الكوكب الحمراء، يعني الزهرة. وهذا سند صحيح. الرابع أي من الطرق عن ابن عباس من طريق أبي شعبة العدوي عنه، أخرجه ابن جرير قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أبو شعبة العدوي في جنازة يونس بن جبير أبي غلاب عن ابن عباس قال: إن الله أفرج السماء لملائكته ينظرون إلى أعمال بني آدم، فلما أبصروهم يعملون الخطايا قالوا: يا ربي، هؤلاء بنو آدم الذي خلقته بيدك وأسجدت له ملائكتك وعلمته أسماء كل شيء يعملون بالخطايا؟ قال: أما إنكم لو كنتم مكانهم لعملتم مثل أعمالهم. قال: سبحانك، ما كان ينبغي لنا. قال: فأمروا أن يختاروا من يهبط إلى الأرض. قال: فاختاروا هاروت وماروت فأهبط إلى الأرض، وأحل لهما ما فيها من شيء غير ألا يشرك بالله شيئا، ولا يسرق ولا يزني ولا يشرب الخمر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: فما استمر حتى عرض لهما امرأة قد قسم لها نصف الحسن يقال لها بيذخت، فلما أبصراها أرادا بها زنا، فقالت: لا، إلا أن تشرك بالله وتشرب الخمر وتقتل النفس وتسجد لهذا الصنم. فقال: ما كنا لنشرك بالله شيئا. فقال أحدهما للآخر: ارجع إليها. فقالت: لا، إلا أن تشرب الخمر. فشرب حتى ثمل، ودخل عليهما سائل فقتلاه،
فلما وقع فيه من الشر أفرج الله السماء لملائكته فقالوا سبحانك كنت أعلم. قال فأوحى الله إلى سليمان بن داود أن يخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا فكبل من أكعبهما إلى أعناقهما بمثل أعناق البخت وجعلا ببابل. قال ابن حجر في العجاب سنده صحيح إلى قتادة. الخامس من طريق علي بن أبي طلحة عنه أخرجه ابن جرير قال حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قال التفريق بين المرء وزوجه. السادس عن عكرمة عنه أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا عيسى بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس قال اسم الملكين اللذين يأتيان في القبر منكر ونكير، وكان اسم هاروت وماروت وهما في السماء عزرا وعزيرا. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن عبد الله بن كيسان إلا عيسى تفرد به يعقوب. قال الهيثمي في مجمع الزوائد إسناده حسن. الطريق السابع عن ابن عباس من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن أبيه. يأتي ذكر هذه الرواية فيما يأتي عن شيخ من قريش من رواية ابنه عنه في الصحابة وفي رواية عبيد الله في التابعين إن شاء الله تعالى. أيضا وردت قصة هاروت وماروت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه عنه عمير بن سعيد، أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في العقوبات والحاكم وأبو الشيخ في العظمة مختصرا ومطولا من طرق عن عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي رضي الله عنه يخبر القوم أن هذه الزهرة تسميها العرب الزهرة وتسميها العجم أناهيد، وكان الملكان يحكمان بين الناس فأتتهما امرأة فأراداها كل واحد منهما عن غير علم صاحبه، فقال أحدهما لصاحبه يا أخي إن في نفسي بعض الأمر أريد أن أذكره لك، قال اذكره يا أخي لعل الذي في نفسي مثل الذي في نفسك، فاتفق على أمر في ذلك. فقالت لهما المرأة ألا تخبراني بما تصعدان إلى السماء وبما تهبطان إلى الأرض، فقال بسم الله الأعظم به نهبط وبه نصعد. فقالت ما أنا بمؤاتيتكما الذي تريدان حتى تعلمانيه، فقال أحدهما لصاحبه علمها إياه، فقال كيف لنا بشدة عذاب الله، قال الآخر إنا نرجو سعة رحمة الله، فعلمها إياه فتكلمت به فطارت إلى السماء، ففزع ملك في السماء لصعودها فطأطأ رأسه فلم يجلس بعد ومسخها الله فكانت كوكبا. قال الحاكم الإسنادان صحيحان على شرط الشيخين، يعني إسناد هذا وحديث ابن عباس السابق، والغرض في إخراج الحديثين ذكر هاروت وماروت وما سبق من قضاء الله فيهما وللزهرة. ولفظ هذا الحديث عند ابن جرير عن عمير بن سعيد قال سمعت عليا يقول كانت الزهرة امرأة جميلة من أهل فارس، وإنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت فراوداها عن نفسها فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام الذي إذا تكلم به أحد يعرج به إلى السماء، فعلماها فتكلمت فعرجت إلى السماء فمسخت كوكبا. قال ابن كثير هذا الإسناد رجاله ثقات وهو غريب جدا. قال ابن حجر في العجاب وهذا سند صحيح وحكمه أن يكون مرفوعا لأنه لا مجال للرأي فيه، وما كان علي رضي الله عنه يأخذ عن أهل الكتاب، وأخرجه عبد بن حميد بسند آخر صحيح إلى علي أتم منه فذكر الرواية المطولة، وعزاه السيوطي أيضا لإسحاق بن راهوية. وعمير بن سعيد كما في تهذيب التهذيب من رجال البخاري ومسلم. وقال شعبة عن الحكم بن عتيبة قال عمير بن سعيد وحسبك به، وقال ابن معين ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد كان ثقة، وقال العجلي ثقة. قال ابن حجر وأفرط أبو محمد بن حزم في الكلام على الملائكة من كتاب الملل والنحل
فقال إنه مجهول، وأنه روى حديثين عن علي ما نعلم له غيرهما، أحدهما في ذكر شارب الخمر يعني الذي أخرجه البخاري، والآخر في قصة هاروت وماروت، وقال وكلاهما كذب، كذا قال. ولقد استعظمت هذا القول، ولولا شرطي في كتابي هذا ما عرجت عليه، فإنه من أشنع ما وقع لابن حزم سامحه الله. وقد وقفنا له عن علي على حديث آخر أنه كبر على يزيد بن المكفف أربعا، وله روايات عن غير علي، فما أدري هذا الجزم من ابن حزم. كذلك جاءت القصة عن ابن مسعود من طريق أبي عثمان النهدي عنه هو وابن عباس، أخرجه ابن جرير وابن أبي الدنيا، وتقدم ذكره في طرق ابن عباس وإسناده حسن. كذلك عن عمر رضي الله عنه أخرجه أبو الشيخ في العظمة، قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن سليمان وأبو داود عن طلحة عن عطاء رحمه الله تعالى قال: نظر عمر رضي الله عنه إلى سهيل فسبه، ونظر إلى الزهرة فسبها، فقال: أما سهيل فكان رجلا عشارا، وأما الزهرة فهي التي فتنت هاروت وماروت، وهو منقطع. أيضا وردت القصة عن رجل من قريش وأظنه ابن عباس من رواية ولده عنه، أخرجه سعيد بن منصور في سننه، قال: أخبرنا عتاب بن بشير عن خصيف قال: كنت مع مجاهد، فمر بنا رجل من قريش، فقال له مجاهد: حدثنا ما سمعت من أبيك. قال: حدثني أبي أن الملائكة حين جعلوا ينظرون إلى أعمال بني آدم وما يركبون من المعاصي الخبيثة، وليس يستر الناس من الملائكة شيء، فجعل بعضهم يقول لبعض: انظروا إلى بني آدم كيف يعملون كذا وكذا، ما أجرأهم على الله، يعيبونهم بذلك. فقال الله عز وجل لهم: قد سمعت الذي تقولون في بني آدم، فاختاروا منكم ملكين أهبطهما إلى الأرض، وأجعل فيهما شهوة بني آدم، فاختاروا هاروت وماروت، فقالوا: يا ربي ليس فينا مثلهما، فأهبط إلى الأرض وجعل فيهما شهوة بني آدم، ومثلت لهما الزهرة في صورة امرأة، فلما نظر إليها لم يتمالك أن تناول منها ما الله أعلم به، وأخذت الشهوة بأسماعهما وأبصارهما، فلما أراد أن يطير إلى السماء لم يستطيع، فأتاهما ملك فقال: إنكما قد فعلتما ما فعلتما، فاختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. فقال أحدهما للآخر: ماذا ترى؟ قال: أرى أن أعذب في الدنيا ثم أعذب أحب إلي من أن أعذب ساعة واحدة في الآخرة، فهما معلقان منكسان في السلاسل وجعلا فتنة. وسنده ظاهره الضعف لجهالة محدث مجاهد، واحتمال كبير أنه أحد أبناء ابن عباس، ولعله عبيد الله بن عبد الله بن عباس كما سيأتي عنه، فالإسناد لا بأس به والله أعلم. ثالثا الروايات عن التابعين. عن مجاهد أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة من طريق ابن أبي نجيح عنه قال: أما شأن هاروت وماروت فإن الملائكة عجبت من ظلم بني آدم، وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات، فقال لهم ربهم تعالى: اختاروا منكم ملكين أنزلهما يحكمان في الأرض بين بني آدم، فاختاروا فلم يألوا هاروت وماروت، فقال لهما حين أنزلهما: أعجبتم من بني آدم ومن ظلمهم ومعصيتهم، وإنما تأتيهم الرسل والكتب من وراء وراء، وأنتما ليس بيني وبينكما رسول، فافعلا كذا وكذا ودعا كذا وكذا. فأمرهما بأمر ونهاهما، ثم نزل على ذلك: ليس أحد أطوع لله منهما، فحكما فعدلا، فكان يحكمان النهار بين بني آدم، فإذا أمسيا عرجا فكانا مع الملائكة، وينزلان حين يصبحان فيحكمان فيعدلان، حتى أنزلت عليهما الزهرة في أحسن صورة امرأة تخاصم، فقضيا عليها، فلما قامت وجد كل واحد منهما في نفسه، فقال أحدهما لصاحبه: وجدت مثل الذي وجدت؟ قال: نعم. فبعث إليها: أن ائتينا نقضي لك، فلما رجعت قال: وقضيا لها.
فأتتهما فتكشفا لها عن عورتهما، وإنما كانت سوءتهما في أنفسهما، ولم يكون كبني آدم في شهوة النساء ولذتها. فلما بلغ ذلك واستحل افتتنا، فطارت الزهرة فرجعت حيث كانت. فلما أمسيا عرجا فزجرا فلم يؤذن لهما، ولم تحملهما أجنحتهما. فاستغاث برجل من بني آدم فأتياه فقال: ادع لنا ربك. فقال: كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قال: سمعنا ربك يذكرك بخير في السماء. فوعدهما يوما وغدا يدعو لهما، فدعا لهما فاستجيب له، فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال: ألا تعلم أن أنواع عذاب الله في الآخرة كذا وكذا في الخلد، وفي الدنيا 9 مرات مثلها؟ فأمر أن ينزل ببابل، فثم عذابهما، وزعم أنهما معلقان في الحديد مطويان يصفقان بأجنحتهما. كما وقعت لمجاهد رحمه الله قصة رأى فيها هاروت وماروت، أخرجها أبو نعيم في الحلية. قال: حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن يحيى بن مندة قال ذكر محمد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش قال: كان مجاهد لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب ينظر إليها. قال: وذهب إلى حضرموت إلى بئر برهوت. قال: وذهب إلى بابل. قال: وعليها وال صديق لمجاهد. قال: فقال مجاهد: تعرض علي هاروت وماروت. قال: فدعا رجلا من السحرة فقال: اذهب بهذا واعرض عليه هاروت وماروت. فقال اليهودي: بشرط ألا يدعو الله عندهما. قال مجاهد: فذهب بي إلى قلعة فقلع منها حجرا. قال: ثم قال: خذ برجلي. فهوي بي حتى انتهى إليهما، فإذا هما متعلقين منكثين كالجبلين العظيمين. فلما رأيتهما قلت: سبحان الله خالقكما. فاضطربا. قال: فكأن جبال الدنيا قد تدكتكت. قال: فغشي علي وعلى اليهودي. قال: ثم أفاق اليهودي قبلي فقال: قم، قد أهلكت نفسك وأهلكتني. وإسنادها لا بأس به لمقال في محمد بن حميد الرازي، وقد جزم بهذه القصة جماعة من الحفاظ ممن ترجموا لمجاهد رحمه الله، ومنهم الحافظ الذهبي حيث قال عنه في الكاشف: وقد رأى هاروت وماروت فكاد يتلف. أيضا جاءت عن كعب الأحبار، أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، وابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو نعيم في الحلية، والبيهقي في شعب الإيمان من طرق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب قال: ذكرت الملائكة أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب، فقيل لهم: اختاروا منكم 2. فاختاروا هاروت وماروت، فقيل لهما: إني أرسل إلى بني آدم رسلا، فليس بيني وبينكم رسول. انزلا لا تشرك بي شيئا، ولا تزنيا، ولا تشرب الخمر. قال كعب: فوالله ما أمسيا من يومهما الذي أهبط فيه حتى استكملا جميع ما نهيا عنه. وتابعه عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة به عند ابن جرير. قال البيهقي: وهذا أشبه أن يكون محفوظا. وقال في موضع آخر: هذا هو الصحيح من قول كعب، وقد رويناه في باب الإيمان بالملائكة من حديث زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم من ذلك. وقال ابن كثير: فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين، وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع. فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل، والله أعلم. قال في نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين: هكذا قال أبو حذيفة عن سفيان، وقال عبد الرزاق وقبيصة عن سفيان، إلا أنه لم يذكر كعبا إلا في كلمات في آخره، وهي قوله: إنهما لم يستكملا يومهما حتى عملا ببعض ما حرم عليهما. قلت:
تقدم كلام الحافظ ابن حجر في الرد على من رجح رواية كعب، وكلامه في ذلك غاية في القوة، لا سيما بعدما قدمناه في الموقوفات الصحيحة الثابتة التي لها حكم الرفع. وجاء أيضا عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، ومن طريقه ابن جرير قال: قال معمر قال قتادة والزهري عن عبيد الله بن عبد الله: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت؟ قال: كانا ملكين من الملائكة فأهبطا ليحكما بين الناس، وذلك أن الملائكة سخروا من حكام بني آدم، فحاكمت إليهم امرأة فحافا لها، ثم ذهب يصعدان فحيل بينهما وبين ذلك، وخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا. إسناده صحيح. وقال ابن حجر في العجاب: سنده على شرط الصحيح إن كان التابعي حمله عن ابن عباس. وعزاه السيوطي لعبد بن حميد وابن المنذر من طريق الزهري به. نكتفي بهذا القدر، ونستكمل بقية الآثار مع التعليق عليها في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.